عقدنا اجتماع مكتب دائم لاتحاد المحامين العرب في هذه المدينة في ضيافة هيئة المحامين بالناظور في رئاسة نقيبها النقيب الأستاذ النقيب عبد القادر بن حياتي. كانت جلسة هذا الاجتماع كانت جلسة موفقة، تدارسنا فيها مختلف القضايا المتعلقة بمهنة المحاماة والمتعلقة بقضايا الوطن العربي تحت شعار الوفاق العربي دعامة أساسية للوحدة العربية. تناولنا في هذا الاجتماع مختلف القضايا، قضايا أمتنا العربية وبصفة خاصة ما يتعلق بتوحيد الجهود من أجل دفع الحكومات والدول العربية من أجل تأسيس الوحدة العربية لخدمة هذا الوطن العربي والأمة العربية من الخليج المحيط. فبالمناسبة تطرقنا كذلك إلى في التقرير الذي قدمه السيد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تطرقنا إلى موضوع قضايانا المغربية بصفة خاصة، قضية الوحدة الترابية، قضية الاحتلال الإسباني لمدننا سبتة ومنيلية والجزر الجعفرية وباقي الجزر والصخور المحتلة من طرف إسبانيا. وكذلك تطرقنا للأزمة الأخيرة التي عاشها المغرب مع الدولة الإسبانية والتي لجأت فيها بشكايتها إلى الاتحاد البرلماني الأوروبي. فتطرقنا لهذه المواضيع كلها وسنصدر بيانا من أجل دعم وحدتنا الترابية ومن أجل رفع الحيف بخصوص قضايانا العربية والمصيرية وبصفة خاصة القضية الفلسطينية. هذه القضية التي يعيش شعبها تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ أمد بعيد، وهو يحتل أرض فلسطين وأرض القدس الشريف باعتبارها، ونددنا بالمجازر المرتكبة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، كما أننا نثمن ونجيء وجهود جلالة الملك محمد السادس بخصوص قضية القدس وما الإعانات المقدمة الأخيرة بخصوص غزة وبخصوص المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والدعم لا محدود الذي يقدمه المغرب يدل دلالة قاطعة على أن المغرب أن فلسطين هي ليست قضية للعرب ولكن هي قضية كذلك قضية مغربية بالدرجة الأولى. ومع الدعم والمساندة والإعانات التي يقدمها المغرب بصفته جلالة الملك محمد السادس نصره الله وإيده رئيس لجنة القدس وما يدعمه من أجل تحرير فلسطين ومن أجل تحرير القدس حتى تعود وحتى تبقى عاصمة الأبدية لفلسطين. وبهذه المناسبة فإننا قد رفعنا آيات الشكر والامتنان لجلالة الملك محمد السادس لكون هذا الاجتماع ينعقد في مدينة الناظور وعلى أرض مغربية. فتوصيات والبيانات التي سنخرجها من طبيعة الحال هي نابعة من هذه الأرض الطيبة، وبالتالي فإننا قد سنوجه حالا رسالة شكر وامتنان لصاحب الجلالة حامي الحقوق وراعي الحقوق وراعي الحقوق زيادة على أنه يرعى الحقوق وأنه يدفع عجلة النمو وعجلة التنمية المستدامة ليخرج المغرب من تخلف ومن حتى يصبح دولة نامية دولة متقدمة ظاهرة تأخذ صفها ومقعدها في مصف وفي مقدمة الدول المتقدمة في العالم. شكرا لكم على هذه
للفرصة التي أتحتموها لنا، وأشكركم جددا ونتمنى أن نلتقي معكم في مناسبة أخرى وإلى اللقاء. شكرا لكم. شكرا. شكرا سيدي.